رغم القرار الذي صدر عن وزارة الفلاحة بالانطلاق في توزيع الشعير كأعلاف على الموالين، إلا أن العملية لا تزال تعرف تأخرا بولاية تيارت وترسم استياء الموالين. قرار انا كل يوم انا في سيالات، كل يوم راني فيها، اليوم قرار قايل اليوم قال قدوه ما كان والو، اليوم كاين قرار قال قدوه ما كان والو، رانا قاعدين في قدوه في منقد. والشعب مسكين راه من جيبو برك ويدمر برك. الارض كيما راك تشوف فيها 8 دير 100 ألف. الراسيون قليل باه يلحق قليل، الزرعه عطاتنا الدوله كيما موالفه ما سرباتش، ما شفناش كاع ما عندناش خبره، مازال كاع ما عندناش خبره. فسنة كاملة من الجفاف الحاد جعل الموالين طيلة هذا الوقت رهينة لشراء الأعلاف من الأسواق الموازية وبأسعار خيالية رغم نوعيتها الرديئة. رانا مقبلنا في العلف ما لقيناهاش، راهم يقولوا لنا 400 وما كانش، وانغبلنا ذوك السوايع اللي حنا هذيك اللي غنديروا لها. الزرع ما عطاوناش من عام الأول، ما عطاوناش يا سيدي. النخاله درنا هذيك الكارطه تأرقنا لها وما عطاوناش، عطاونا من مارس ما زادوناش. والزرع ما كانش، ما كانش والشيء. والما راه ناقصنا، رانا في الصحراء كيما هكا وما عندناش النخال. راه ب 500 نخاله وشينا ما كانش، والزرع ما عطاوناش كاع الزرع. حنايا نطلب من السلطات تعطينا الشعير. تزويد ودعم الموالين بالاعلاف يبقى اكثر من ضروري للحفاظ على الثروه الحيوانيه. خاصة في هذه الفترة من السنة أين تنعدم المراعي.